والآن ندعوكم بهدف تحديد إسهامات وتضحيات الشخصيات دوريا لمناقشة المواضيع. شكرا للجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية على هذه النقاش. إن شاء الله راح نقدمهم الجسور الجزائرية ممكن تسد في هذه الأولمبية. اليوم يمثل مناسبة نرفع من خلالها دلائل العرفان والتقدير إلى كل هؤلاء، كما هي مبادرة تندرج ضمن حرص اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية على حفظ الذاكرة الرياضية التي هي جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية، وتخليد مسيرة الرياضيين والإداريين الذين رفعوا الراية الوطنية في مختلف الألعاب والبطولات. اليوم رانا مازال في الحياة، الله يرحمهم اللي توفوا، كنا 32 بقينا 6، ومن 6 أكو عارفين أكو سمعتوا شفتوا زوبا مسكينة في حالة الله يشافيه، كروم كذلك، مخلوفي كذلك راه في حالة، دفنون كيف كيف، محمد سوكان أو في 90 غرق 90 سنة عنده جمع، هو قالنا كذلك راه شوية عيان يهضر مليح تسمي ما صح، بقيت شوية أنا مازالني قريب نلعب نسيني في المولودية.